تنشغل كل متدربة بعملها المتفرد، مستخدمات أنوال مطورة، وتتم قراءة التصميم وحسابه لتحويله على هذه القطعة الأنيقة. فقد تم اختيار ألوان الصوف أو الحرير بدرجات لونية بدقة تضمن انسجامها. كل مربع واحد يشكل خيطاً واحداً بلون واحد بعملية طويلة، حيث يضاف خيط يليه آخر وتضغط عليه بمشط خاص لتتماسك بعدها وتقص الأجزاء الزائدة. ويستمر النسيج لخط المربعات الأفقي التالي. طبعا البرنامج التدريبي هو برنامج جدا متميز، لان تعلم حرفه تحتوي على الابداع والاحساس. طبعا الاستفاده هي بشكل كبير، الحمد لله رب العالمين، استفاده كبيره، لان الشخص لما يكتسب مهاره ويكتسب حرفه جديده تحس انه هي شيء يعني متميز في حياته الشخصيه. وهذه الحرفه هي يعني حرفه لو يعني نعبر عنها مستحيل يعني نعبر عنها بشيء، هي فيها إحساس، فيها جمالية، فيها أشياء داخلية في الشخص نفسه من خلال التعامل مع الألوان، تعامل مع الرسومات اللي نشتغل عليها. صراحة استفدنا استفادة كبيرة منها، اختيار الألوان ومزج الألوان، توظيف هذه الألوان والخامات في حياتنا الشخصية. كنا نشتغل في هاي التصاميم بطريقة بسيطة مع بدون يعني مظاهر منظر طبيعي أو شكل تراثي. كانت الطريقة بشكل مثلثات بسيطة أو معينات، لكن الحين لا، الحين منظر طبيعي كامل أو منظر تراثي للبيئة العمانية، فهذا يحافظ على الأشكال العمانية والتراث العماني. تتنوع التصاميم بزخرفاتها ونقوشها ومفرداتها المنتقاة بدقة، مشكلة بسطاً وسجاداً وجداريات. في لحظات عميقة تبنى علاقة خاصة نرى من خلالها الانسجام التام بين هذه الخيوط وبين الأنامل التي تحيكها وبين اللوحة الفنية التي تظهر شيئاً فشيئاً، التي قد تستغرق إلى أن تكتمل أشهراً طويلة. تقوم المتدربة بالعمل على هذه الأنوال كل على حدة أو بمجموعات. هنا تنشغل بقطعة فنية جميلة، وهناك أخرى بديعة. تتكرر خطوات العمل نفسها ولكن بألوان وتصاميم مختلفة، كل خيط في مكانه المحدد بدقة. أسلوب عصري مطور يتم من خلاله المحافظة على هذه الصناعة إرثاً ثقافياً وهوية عمانية. تستمر المتدربات في إدخال الخيوط وتثبيتها وقطع أجزائها الزائدة، وتتكرر العملية بصبر طويل ينم عن حب وإخلاص وتفاني. ما بعد التدريب إن شاء الله اللي هو الاستمرارية في المهنة وتطويرها ونشر ثقافة السجاد في المجتمع العماني، وأيضاً فتح مشاريع خاصة بنا في صناعة السجاد اليدوي والكليب.
إن شاء الله ناوية أن أفتح مشروع خاص يكون بي وأوظف فيه شيء اللي أنا درسته خلال هذا السنتين، بس يكون شيء جديد. يعني إذا فتحت مثلا مشروع خاص بالبسط والسجاد يكون كمصنع مصغر أو أوظف فيه مجموعة من البنات، أو أني أسوي كمعمل خاص أسوي فيه أشياء جديدة مطورة تستخدم للنساء خاصة، مثلا كدانتيلات أو شيء تستخدم للعبايات والأحذية والحقال. نطور مهاراتنا ونطور جهودنا داخل هذه السجاد، وبعدين إذا بعد مع مرور الأيام والخبرة وزيادة الخبرة إذا استفدنا زيادة أكثر، ومع مرور الأيام نسوي مشروع خاص فينا. وتستخدم المتدربات الكارجة لتصبح تقنية نسيجا متطورة أخرى، حيث تضاف الهوية العمانية كالمعالم التاريخية والسياحية والحرفية للمنتج. نشاهد هذه الجداريات وقد تطبعت بهذا الطابع المميز، كأنك تشاهد رسمة رسمت بفرشات وألوان. لا زال البعض يمارس الحرفة بشكلها التقليدي بالألوان، حيث نرى تقاطع السداء واللحمة جنباً إلى جنب مع أخريات تخصصنا بأسلوب مطور في الجداريات التي تحمل بعداً حضارياً وتقليدياً. التدريب وصقل المهارات من أهم وسائل تطوير الحرف والصناعات. يلتحق هنا في مركز تدريب وإنتاج النسيج والسجاد اليدوي الكثير من المتدربين في برنامج متخصص يتم من خلاله التدرب على صناعة النسيج الصوفي بطرق علمية ومنهجية، ابتداء من الأساسيات والقواعد العامة إلى صنع قطعة متكاملة بحرفية وإتقان. حنا نطلع للمدارس نقدم لهم الحرفة بطريقة بسيطة تقريبا حتى بشكل يدوي أو بشكل نول صغير، فهم يفرحوا بهاي الأشياء البسيطة ويتعلموها بسرعة. فكل ما يعني كانت استمرارية في نشر هذه الحرفة منعتها من الاندثار والاستمرارية فيها إن شاء الله. أشهر من العمل والصبر أثمرت منتجات عالية الجودة تتحدث عن نفسها وعن أن كل خيط قد نسج بحب. كانت تلك الجداريات والسجاد مجرد خيوط ملفوفة كهذه لا تتعدى كونها خيط صوفي أو حريري، تحولت لاحقاً إلى أبهى القطع. نرى تنوع أشكال السجاد بألوان وزخارف ونقوش، من أول وهلة تكتشف أنها نسجت في هذه الأرض بيد هذا الإنسان العماني الأصيل المتمسك بالتراث والهوية المكتسبة منذ أمد بعيد، ولا زالت محافظة على كل مفرداتها مهما تغير الزمان وتطور.